أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن يطلب، احنا نطلب القصاص، لأن هذا الشهيد اللي طلع لا هو إرهابي ولا يعني إرهابي ولا أي شيء، يريد هو حقه، لأن هو وضعه بيته هذا اللي ساكن به، يعني ماكو لا شغل، يقول له أنا أشتغل حتى عماله، بس المهم أنا يعني اسمي عراقي وعندي وظيفة وعيش يعني معزز مكرم، هاي إلا طالب أنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبساحة التحرير أريده من عنده، وهاي جاية انتخابات والله نشيله على راسنا، وهو يقول أنا ما أدخل بالأحزاب، أنا ما لي غرض بالأحزاب، يقول مصطفى الكاظمي أنا أريده من عنده هذا القصاص وساحة المظاهرات.